حيث ما زالت مياه السيول القادمة من إيران مستمرة، خاصة بعد تفجير الجهات الإيرانية العديد من السدود الترابية لجعل مياه السيول تذهب إلى العراق دون أي اعتبارات إنسانية ودون أي احتجاج أو رفض من قبل الحكومة في العراق على هذا الأمر. المقطع التالي الذي تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي لمياه السيول القادمة من إيران وهي تداهم منازل أهالي البتيرة بمحافظة ميسان صباح هذا اليوم. هذه السيول القادمة من إيران دفعت بالأهالي باستخراج ما استطاعوا أن يخرجوه من حاجياتهم المنزلية على عجالة، وقامت فرق الهلال الأحمر بمساعدة أهالي القرية باستخراج أغراضهم وأثاث بيوتهم. دعونا نشاهد. يلا ابو يلا هذا ما يشطق عليهم شباب الهلال سووا لهم اخلاء. وصلنا حاليا احنا بمنطقه الفتيره.